إذن إن شاء الله في هذه الفقرة غادي نحاول نوريكم طريقة ديال جدول الضرب أو ديال نعم جدول الضرب، لكن باستعمال أيدي فقط، لأن كنشوف بأن العدد ديال التلامذة هانتوما في السبعة اللي كنسولكم مثلا 8 في 8 ولا 9 في 9 ولا شي حاجة، نعم البعض اللي عارفها. إذا غادي تسمعوا ليا تبعوا معايا مزيان. إذا 8 في 8 كي كنديروا ليها 8 شحال خصها؟ إذا 8 في 8 شحال خصها توصل 10؟ خصها جوج، ها هما. إذا شديت جوج في يديا ها هما في التحت، و 8 أخرى خصها ثاني جوج باش توصل 10. كنديروا جوج في جوج شحال؟ 4. وشحال في الفوق؟ 6. إذا كنقولوا 64. سهلة ياك. نديروا مثال آخر، مثلا 9 في 9، 9 شحال خصها توصل 10؟ 1 ها هو. وشحال خص 9 أخرى؟ 1. واحد في واحد شحال؟ واحد في واحد جوج، واحد في واحد جوج، واحد في واحد واحد، وشحال كاين في الفوق؟ 8. إذا 81. لا الضرب اللي كنديرو صافي. اسمعوا ليا، 7 دابا في 8، 7 خصها 3 ها هما، وبقاو جوج في الفوق، و 8 خصها جوج ها هي، جوج في 3، جوج في 3 6، وشحال في الفوق؟ 5. إذن 56. دابا نشوفوا 7 في 7، 7 شحال خصها توصل 10؟ 3 ها هي. وشحال خص 7 أخرى؟ 3، 3 في 3 9، وشحال في الفوق؟ 4. إذن 49. متفقين؟ 7 في 9، 7 خصها 3 و 9 خصها 1، واحد في ثلاثة شحال؟ ثلاثة وشحال هادو؟ هادو 6. إذا 63. واش إذا هنايا جدول الضرب كاين غير في يديك، ولاني شحال ديال العصا كليتي عليها ومازال ما حفظتي. إذا دابا في الابتدائي، لكن دابا ها هو جدول الضرب بسيط، نشرح لكم في شحال في جوج دقائق صافي. هانتوما